أثمن مساء في القاهرة مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم، أهلا بك جوار. مرحبا بك محمد، وإلى العناوين. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يتبادل برقية التهنئة مع نظرائه بالدول العربية والإسلامية، ويتلقى التهنئة من كبار رجال الدولة. الرئيس العراقي يدعو للحوار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، ويحذر من عواقب غياب الاستقرار في البلاد. وبوتين يتهم الدول الغربية بتأجيج الصراع في المنطقة، وبايدن يؤكد أن خطر التهديد النووي وصل إلى أعلى مستوى له. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. وزارة الصناعة تبرم أول صفقة تجارية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. ومعكم في أخبار الرياضة. في مباراة نارية تتسم بالندية، الأهلي في مواجهة الزمالك لانتزاع بطاقة التأهل لنهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد في تونس. تفاصيل النشر. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة وسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وأعرب الرئيس في برقيته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بمناسبة حلول الذكرى العطرة، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وأن تكون هذه المناسبة العطرة فرصة للاقتداء بالسيرة النبوية الشريفة وللتمسك بتعاليمها النبيلة لضمان مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب الأمة الإسلامية. كما تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية التهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة، حيث أعربوا خلالها عن خالص تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام التقدم والازدهار. هذا وبعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أبدأ الرئيس خلالها عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح، وأن ينعم الله على مصرنا الغالية بالمزيد من الرخاء والرقي والازدهار. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال قتلت بالرصاص فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما في قلقلية شمال الضفة بعد أن أصيب برصاصة في رأسه، فيما استشهد فلسطيني آخر بالقرب من مدينة رام الله. دعا الرئيس العراقي برهم صالح القوى السياسية إلى الحوار الجاد والانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، مؤكدا أن الوضع القائم بالعجز عن تشكيل حكومة لم يعد مقبولا. كما شدد الرئيس العراقي على أنه لا يمكن المراهنة أكثر على صبر العراقيين، وأن غياب الاستقرار سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية في شأن البلاد. كما شدد الرئيس العراقي على أن مكافحة الفساد هو أول الإصلاح باعتباره آفة خطيرة تهدد كيان الدولة وتمنع الشباب من فرصة عادلة، وتعمل على تغذية الانقسامات وتهديد السلم المجتمعي. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن الأولوية المطلقة في الوقت الحالي يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبرا أن وجود الرئيس أساسي لتشكيل الحكومة وليس العكس. وخلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أكد عون أن لبنان بخصوصيته وتميزه وتعدديته لا يمكن أن تتحقق فيه الشراكة الوطنية الكاملة والموثوقية في غياب رئيس الجمهورية.
وعقب لقائه الرئيس اللبناني، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قال إن الاقتراب من الاستحقاق الرئاسي في لبنان من دون بوادر الوصول إلى ما يشبه التوافق حول من سيصل إلى سدة الرئاسة هو أمر يبعث على القلق، مطالبا السياسيين لمزيد من التواصل حتى يسير لبنان على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة. الاقتراب من هذا الاستحقاق دون بوادر الوصول إلى ما يشبه التوافق حول من سيصل إلى سدة الرئاسة في لبنان هو أمر يبعث على قدر من القلق، لأنه لبنان في هذه الفترة ولبنان في هذه الظروف صراحة لا يحتاج إلى فراغ رئاسي، فهذا الأمر أمر مهم. هذا وقالت مصادر مصرفية في لبنان إن البنوك قررت بالإجماع غلق أبوابها مرة أخرى أمام العملاء لأجل غير مسمى. وأوضحت المصادر أن البنوك ستواصل عملياتها العاجلة للعملاء، لكن خدمات المكاتب الأمامية ستظل معلقة بعد أكثر من 12 حادثة اقتحام في أقل من الشهر من جانب المودعين للحصول على ودائعهم. كانت البنوك اللبنانية قد أغلقت قرابة أسبوع الشهر الماضي أبوابها بسبب حوادث مماثلة قبل أن تستأنف عملها في بداية هذا الشهر للسماح للموظفين بسحب رواتبهم. أدان البرلمان العربي رفض جماعة الحوثي تمديد الهدنة الإنسانية وتوسعتها في اليمن، معتبرا أن رفض تمديد الهدنة التي اقترحها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة اليمنية تعد خرقا واضحا لجميع المواثيق والأعراف الدولية. كما شدد البرلمان العربي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، وذلك باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، محذرا من خطورة تداعيات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة الذي سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر. إلى الأزمة الأوكرانية، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأحداث المأساوية في أوكرانيا، كذلك الصراعات بين بعض بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى، تتطلب إيجاد تدابير لحلها. وأضاف بوتين خلال القمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة في سان بطرسبرغ، أضاف أن العلاقات بين بلدان الرابطة تتطور بروح شراكة استراتيجية حقيقية، وأشار إلى أن الانتقال إلى العملات الوطنية في التعاملات بين الدول الأعضاء في الرابطة رابطة الدول المستقلة سوف يعزز السيادة المالية ويعمق التكامل بينها بغض النظر عن الاعتبارات السياسية. وفي وقت سابق اتهم الرئيس الروسي الدول الغربية بتطوير سيناريوهات لتأجيج الصراعات على أراضي بلدان رابطة الدول المستقلة، وأشار إلى أن الغرب يخلق المزيد من المشكلات الجديدة والأزمات. في المقابل، طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي، وذلك غداة فرض التكتل لحزمة جديدة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا. وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو خلال قمة للاتحاد الأوروبي في براغ، قال إنه ينبغي المضي في اتجاه الضغط على قطاع الطاقة الروسي مصدر الدخل الأساسي لها. كما جدد زيلينسكي التأكيد على دعوات كييف لجعل محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في منطقة أعلنت موسكو ضمها لإعلانها منزوعة السلاح، وشدد على ضرورة الخطوة لدواعي السلامة النووية، مؤكدا على أهمية المحطة لكي تتمكن أوكرانيا من توليد ما يكفي من الكهرباء. في الوقت ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه لا يوجد سبب لدى الإدارة الأمريكية لأن تغير وضعيتها النووية الاستراتيجية، إذ لا تملك مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بشكل وشيك. يأتي هذا الإيضاح للمتحدثة كارين جين بيير بعد تصريحات شديدة اللهجة من قبل الرئيس جو بايدن، اعتبر فيها أن العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب نهاية العالم على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
إذ أكد بايدن أن خطر التهديد النووي وصل أعلى مستوى له منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وأضاف بايدن أن استخدام سلاح تكتيكي منخفض القوة يمكن أن يخرج عن السيطرة بسرعة وأن يتسبب في دمار عالمي، وأكد أن تهديد الرئيس الروسي حقيقي لأن أداء جيشه ضعيف إلى حد كبير. ميدانيا، أعلنت القوات الروسية تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا بعد سلسلة من الانتكاسات على جبهات عدة. وقال الانفصاليون الموالون لموسكو إن القوات الروسية تسيطرت على 3 قرى جنوب مدينة باخموت الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. في المقابل تحدثت القوات الأوكرانية أيضا عن تحقيق مكاسب تتمثل في السيطرة على قرية جيركي فيكا في منطقة لوغانسك. من جانبه وعد وزير الدفاع الأوكراني بضمان الحياة والأمن والعدالة للجنود الروس الذين يختارون الاستسلام بحسب قوله. فيما له صلة بسياق الأزمة، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، إلا أن المحادثات على مدى يوم في قمة التكتل في براغ لم تنجح في تقريب المواقف بشأن ملف أسعار الغاز. وأشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مؤتمر صحفي في ختام القمة غير رسمية التي استضافتها براغ أن القمة وافقت على حزمة من العقوبات تعد الثامنة لفرض المزيد من الضغوط على موسكو، وشدد على أن الوصول إلى الاستقرار بحاجة إلى وحدة أوروبا والعالم. من جانبها أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية عزم أوروبا على تكبيد روسيا ما وصفته بشن عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشددة على ضرورة تنويع مصادر الغاز والابتعاد عن المصادر الروسية. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده أنشأت صندوقا تبلغ قيمته الأولية 100 مليون يورو لأوكرانيا لتتمكن من الشراء المباشر للأسلحة ومواد أخرى تحتاجها في أزمتها مع روسيا. وأشار ماكرون بعد قمة الاتحاد الأوروبي ببراغ إلى أن الصندوق الجديد سيتيح التمكن من العمل أيضا مع القاعدة الصناعية للدفاع الفرنسي. وأضاف أن المناقشات جارية خصوصا مع الدنمارك لتقديم مزيد من مدافع قيصر العالية الدقة المحمولة على شاحنات إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 18 مدفعا سبق أن قدمتها فرنسا. أعلنت الخارجية السويدية أنها تلقت رسالة من موسكو تطلب فيها منح السلطات الروسية وشركة غازبروم دورا في التحقيق في الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخطي أنابيب نورد ستريم. جاء ذلك بعد أن أعلنت النيابة السويدية أن التحقيق الذي أجرته عثر على أدلة تعزز شبهات العمل التخريبي مع تفجيرات تسببت بأضرار جسيمة. كانت السويد قد رفضت في السابق مطالبات من قبل الكرملين بمشاركة روسيا في التحقيقات. وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مقترح لتعيين خبير مستقل جديد يعنى بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، وصوت 17 عضوا لصالح المقترح في مقابل اعتراض 6، بينما امتنع 24 عضوا عن التصويت. واتهم المجلس موسكو بخلق مناخ يسوده الخوف من خلال ممارسة القمع والعنف على حد قوله. في المقابل قال مندوب روسيا إن القرار يتضمن سلسلة من المزاعم الخاطئة، معتبرا أنه مثال آخر على طريقة استغلال الدول الغربية للمجلس للوصول إلى غاياتها السياسية وفق تعبيره. وهذه هي المرة الأولى التي يعين فيها المجلس مقررا خاصا لمراجعة حقوق الإنسان لواحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. فاز ناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة ميوريال الروسية ومركز الحريات المدنية الأوكرانية غير الحكوميتين بجائزة نوبل السلام لهذا العام. وقالت بيريت ريس رئيسة لجنة نوبل النرويجية للصحفيين إن الفائزين أنجزوا جهودا مذهلة في توثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة، وأشارت إلى أنهم أثبتوا معا أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية.
أعلنت مصادر دبلوماسية أن محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي والتي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عامين في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا تأجلت لأسباب لوجستية. يذكر أن المحادثات كانت من المقترح إجراؤها مطلع الأسبوع القادم، وقالت كل من الحكومة الإثيوبية وقوات منطقة تيغراي إنهما قبلتا دعوة الاتحاد الإفريقي لإجراء محادثات في جنوب إفريقيا، والتي ستكون أول مفاوضات رسمية بين الجانبين منذ اندلاع الحرب نوفمبر 2020. قال المجلس الأوروبي أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على نشر مهمة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما المشتركة على أن تبدأ الشهر الجاري وتستمر لشهرين كحد أقصى. وقال المجلس الأوروبي أن أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان الماتا عام 91 الذي تعترف فيه كل منهما بوحدة أراضي وسيادة الدولة الأخرى. وتم التوصل إلى الاتفاق بعد لقاء بين الرئيس الأذربيجي إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في براغ أمس. أعلنت كوريا الجنوبية أنها بدأت تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة باستخدام حاملة طائرات أمريكية اليوم قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، وتستمر لمدة يومين. تأتي التدريبات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر أمس، ثم حلقت طائرتها الحربية في وقت لاحق بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية. ويعد الإطلاق الصاروخي هو السادس خلال 12 يوما من قبل كوريا الشمالية. يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة اليابانية من أن بيونغ يانغ قد تصاعد من الأنشطة الاستفزازية حسب قولها، بما فيها إجراء اختبارات نووية. قالت منظمة يونيسف أن الفيضانات الكارثية في باكستان حصدت أرواح 615 طفلا، وحذرت المنظمة الأممية من احتمال وفاة المزيد ما لم يوجه لباكستان دعم دولي وفوري أو يتخذ إجراء عاجل، خاصة أن ما يقارب 10 ملايين طفل هم بحاجة إلى دعم فوري لإنقاذ حياتهم. المنظمة الدولية أضافت في تقرير لها اليوم أن أكثر من 7 ملايين طفل وامرأة بالمناطق المتضررة في باكستان يحتاجون إلى خدمات التغذية. متواصلون مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع. مجلس الوزراء ينفي اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة رفع رسوم العبور اعتبارا من يناير المقبل. ختام فعالية الملتقى الرابع للتأمين في شرم الشيخ بمشاركة ممثلين عن 33 دولة. مجلس الوزراء ما تردد بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023. وشدد المركز على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة لعملائها وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية من خلال تقديم رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه قناة السويس للسفن العابرة لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء. افتتحت اليوم وزارة الأوقاف 22 مسجدا جديدا في عدد من محافظات الجمهورية، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو وحتى تاريخه إلى 236 مسجدا. على جانب آخر، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة أننا بين مناسبتين عظيمتين، حيث نستقبل ذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان ميلاده ميلاد أمة وميلاد حضارة للبشرية جمعاء. كما نحتفل أيضا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المعركة الباسلة التي استعادت فيها قواتنا المسلحة الباسلة العزة والكرامة لمصرنا ولأمتنا العربية والإسلامية. في هذه الليلة نستقبل الثاني عشر من ربيع الأول
ذكرى ميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهنا أؤكد على أمرين. الأول، كما أكد سيادة الرئيس في كلمته، الاحتفاء بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسن الاقتداء به في الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق والعمل والإتقان والبناء والتعمير. الأمر الآخر، أوجه رسالة لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، رسالة تهنئة من جانب، وأقول لهم عطروا هذه الأيام بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 484 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 152 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية، كما تم ضبط 90 طنا من السلع المدعومة، وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 63 طنا من السلع الغذائية التي تباع بأزيد من سعرها الرسمي. تخليدا لذكرى الشهداء وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم، قامت الوزارة بإفادة عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوي على كافة متطلباتهم. نعم، ويأتي ذلك تأكيدا على أن ذكرى آبائهم الأبطال وسيرهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة في ذاكرة هذا الوطن. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن. تخليدا لذكرى الشهداء الذين سطروا بدمائهم الذكية أمن واستقرار الوطن، وفي تأكيد على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله، أوفدت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على أبناء الشهداء ممن يتلقون التعليم في مختلف المراحل الدراسية في إطار الدعم والمساندة المقدمة لأبناء الشهداء. حاجة زي كده بتبقى رفع من روح الولاد و ترفع روحنا المعنويه. هما مهتمين بينا وجابوا لنا شنط المدارس والهدايا وجابوا لي كل حاجه. هما مش سايبيننا وطول الوقت معانا، وطول الوقت حتى لو احنا احتاجنا اي حاجه غير كده بيجوا لنا، واحنا حتى ممكن نتواصل مين بنروح لهم، يعني معانا في كل خطوات حياتنا من ساعه ما سيد الله يرحمه توفى. ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان، عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل. أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني. كما أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد، في لمسة إنسانية تحرص عليها الوزارة سنويا، وتؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقدير لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن. بقى حاجة نفسية حلوة للولاد طبعا، ان هم بيبتدوا معهم اول يوم دراسة الوزارة بتبقى معاهم. جم خدوني من البيت، كنت مبسوط جدا وصراحة اتبسطت جدا في يومي النهاردة. هذه اللمسة الإنسانية التي تحرص عليها وزارة الداخلية سنويا تؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقديرا لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن. وزارة الداخلية طبعا أنا بشكرها على كل التقدير والمجهود اللي بيعملوه معايا أنا والولاد، ورعايتهم لينا دايما وسؤالهم علينا على طول. النهاردة جم اصطحبوا الولاد للمدرسة وكرموا الولاد قدام المدرسة كلها. بشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على الضباط اللي جم خدوني النهاردة من البيت وكرموني في المدرسة. وقد شعر أبناء الشهداء بالفخر والعزة وهم يخطون خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد رفقة رجال الشرطة، موجهين الشكر لوزارة الداخلية
على هذه المبادرة التي تعد تكريما لآبائهم الشهداء. يجوا ياخدونا ويوصلونا المدرسة بنفسهم ويحسسونا ان احنا في بيتنا وان هم معانا على طول وعمرهم يعني ما فرقونا ابدا ودايما في ظهرنا. يعني حاجه كويسه جدا ان هم نفسيتهم بتبقى كويسه، بيحسوا ان هم في ليهم ظهر موجود طبعا بعد باباهم الله يرحمه. دي حاجه بترفع من معنوياتهم. هما بيقعدوني عن بابا، بيخلوني احس ان بابا جنبي. انا بستنى من سنه لسنه علشان منتظر اللحظه ديت، ببقى واقف في المدرسه فخور. ابويا ما ماتش، ابويا شهيد في جنبيته حي، واللي ما فرحش ليا ما طلبها واتمنى. وقد اعرب القائمون عن العمليه التعليميه عن تقديرهم لهذا الدور الانساني الذي تقوم به وزارة الداخلية، والذي يرسخ لقيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة الذي تشاهد هذه اللحظات من الحفاوة التي يحظى بها أبناء الشهداء. فرحة جدا لولادي، واكيد ولادي جدا فرحانين ومبسوطين باهتمام الوزارة بيهم وتكريمهم يعني قصاد زمايلهم. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء، واعتزازا بأرواح صعدت إلى بارئها وهي تدافع عن الوطن ليحيا أبناؤه في أمان واستقرار وينهض نحو التقدم والبناء. استقبال كبير لأبناء الشهداء في مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد، في تأكيد واضح على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله، وأن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى تقديم أفضل رعاية لأسر الشهداء. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تنظم دار الأوبرا احتفالات متنوعة في ذكرى انتصارات أكتوبر تستمر طوال الشهر الحالي على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور. نعم، يتضمن برنامج الاحتفال تقديم مختارات من أشهر الأعمال الحماسية التي وضعها كبار المؤلفين لتعبر عن مشاعر العزة والانتماء وترسم أجواء الفرحة على رواد الأوبرا من مختلف الدول. وتبدع دار الأوبرا المصرية في إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر كلمات وألحان عبرت على مدار سنوات عن فرحة النصر وعظمة المصريين، برنامج حافل بالعديد من الفعاليات لرواد الأوبرا في أكتوبر. دروس مستفادة استفدناها من حرب أكتوبر يمكن بنعلمها ودايما بننشط الذاكرة الإبداعية لدى الشباب ولدى النشأ اللي ما عصروش هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر والمرحلة الفارقة من تاريخ مصر، والتضحيات اللي قدموها رجال القوات المسلحة علشان بلدنا وعشان خاطر مصر. عبور كان مهم جدا في 73، ولكن مصر بتعبر دلوقتي عبور تاني، هو عبور لعصر التنمية والرخاء والتقدم. تسعة وأربعون عاما على ذكرى أكتوبر، وما زالت تلك الأغنيات تثير مشاعر العزة والفخر لدى كل المصريين والعرب. جمهور متنوع من مختلف الدول كان حاضرا في ذكرى النصر. الأغاني القديمة بصراحة يعني تعيد فينا نشوة الماضي وانتصارات الماضي وعظمة التاريخ المصري القديم. احتفالاتهم كلش حلوة، وإحنا نحب يعني مصر بلدنا الثاني اللي هي أم الدنيا. فخر للعرب كلها، للعالم كله بالنصر اللي حققناه في 6 أكتوبر. وأنا دائما بحرص
احضر الاوبرا دايما في 6 اكتوبر. مجرد اليوم ده ما بدا ده نور طريق كل الشباب بتاع الجيل وداهم احساس ان احنا عايشين في بلد عظيمه جدا وتستحق هذا التاريخ يعني. والاوبرا زي كل الفن المصري مناره مش لينا بس، للمنطقه حوالينا كلها. على الخرطه 7 و7 رسمين خريطه مصر، ده النيل والبحر الاحمر رافعين علامه النصر والخير والبركه فيكي، وكل خطوه بنصر وفي كل دقه بقلبي بهتف يا حبيبتي يا مصر. ويظل اكتوبر شاهدا على عظمه الجند المصري، روائع خالده تظل مدى الدهر تحكي وتروي جزءا من ملحمه النصر. اكتوبر 73. وتعيد دار الأوبرا المصرية إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، مشاعر الفرحة والانتصار تتجسد في أغنيات من صناعة عمالقة الفن المصري، لتؤكد دائما تلك الأغنيات على عظمة مصر والمصريين وقدرتهم على تحدي المستحيل وصناعة عبور ثاني بالتنمية والازدهار. من دار الأوبرا المصرية، حماد العربي، التلفزيون المصري. نظمت جامعة عين شمس بالتعاون مع المكاتب الممثلة للجامعات الألمانية حوار الخبراء المصري الألماني تحت عنوان التحديات والإجراءات لمواجهة تغيرات المناخ. وخلال الحوار تم إقامة ورش عمل لتبادل الآراء والحلول حول القضايا المناخية، وذلك قبيل قمة شرم الشيخ كوب 27. اختبار علمي حقيقي تجتازه الجامعات المصرية حاليا بعقد ورش عمل لمناقشة حلول للقضايا المناخية. ما يحدث في جامعة عين شمس مثالا باستضافتها كوكبة من علماء الجامعات الألمانية وخبرائها لعرض ومناقشة التجارب المشتركة وأفضل الحلول. وكان في حديث أيضا مع الأساتذة الألمان المتخصصين في مجال التغير المناخي وما يعرف بالظواهر المائية والجوية المتطرفة اللي هو فيضان أو جفاف، جو حر قوي أو جو صقيع. فهما في 3 أساتذة متخصصين في هذه التخصصات، كان أيضا في حديث معهم بهدف معرفة ما هو الممكن عمله في المستقبل بالتعاون بين الجامعات الألمانية وبين الجامعات المصرية. ويناقش الخبراء في هذه الورش مجالات مختلفة مرتبطة بالزراعة والبيئة والطقس والاستشعار عن بعد والرصد البيئي، وهي من أهم الملفات التي ستناقش في كوب 27 بشرم الشيخ. بنهتم جدا انه سبل التعاون تبقى في مجالات مش بس مجالات التعليم والدراسات العليا، لكن كمان في مجالات البحوث التطبيقيه، وغالبيه البحوث التطبيقيه بتبقى موجهه ناحيه ايجاد حلول حقيقيه وتطبيقيه للمشاكل بتاعه التغير المناخي، سواء مشاكل ندره الميه واسلوب التعامل معاها، المجالات بتاعه الطاقه والطاقه الجديده والمتجدده وازاي تبقى نطور الصناعات دي وتبقى اكثر فاعليه، مجالات الاقتصاد الأخضر وإزاي نطور الصناعات بتاعتنا وتبقى كلها مناسبة أو تخفف من حدة المشاكل بتاعت التغير المناخي. التحديات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ أصبحت حالة استثنائية تعيشها الدول في انتظار قمة شرم الشيخ وما ستسر عنها من نتائج. مع اقتراب موعد قمة المناخ بشرم الشيخ الشهر المقبل، يتزايد الحراك المجتمعي والتعليمي حول مناقشة أبرز محاورها، ويطرح المتخصصون والعالمون ببواطن الأزمات رؤاهم المنتظرة عرضها أمام متخذي القرار. أحمد بكير، للتلفزيون المصري. We'll be right back.
اختتمت بشرم الشيخ فعاليات الملتقى الرابع للتأمين الذي شارك فيه 1000 مشارك يمثلون 33 دولة. هؤلاء المشاركون في المؤتمر أعربوا عن دعمهم الكامل لمصر في إنجاح قمة المناخ للحماية من التغيرات المناخية. أخطر التغيرات المناخية وتأثيرها على الممتلكات والأشخاص، التحول الرقمي ودوره في التسويق التأميني موضوعات عدة ناقشها المشاركون في الملتقى الرابع لشركات التأمين والذي عقد بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين، وقد صدر عن الملتقى مجموعة من التوصيات. نوصي ان يكون في تعاون بين شركات التامين وشركات اعاده التامين علشان نضع البروجرامز او البرامج التامينيه المناسبه لحمايه الممتلكات وتقديم التخطيط التامينيه المناسبه للوقت اللي احنا بنمر بيه، وخاصه فيما يتعلق بالهجمات الالكترونيه ومخاطرها. بنوصي او المؤتمر بيوصي بان يكون اهتمام بالتغير المناخي، ويكون عندنا قدرة على ان احنا نوجد منتجات تأمينية مناسبة للتغيرات المناخية اللي ممكن تكون تحصل، سواء كانت عوامل زي الامطار الغزيرة او الفلاد او السيول او غمر المياه، الحاجات اللي هي ممكن تكون زي الدروت اللي هو الجفاف، الحاجات دي كلها لازم يكون عندنا تغطيات مناسبة ليها. الملتقى الذي يأتي قبيل انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ كوب 27 أعرب خلاله المشاركون عن دعمهم الكامل لإنجاح القمة، معربين عن تطلع شركات التأمين للاستثمار في الاقتصاد الأخضر لحماية البيئة. بالنظر إلى أهمية موضوع التحول المناخي أو التغير المناخي والذي زاد من حدة الكوارث الطبيعية، فلقد ارتأينا أن نطلق مبادرة تكون جامعة لكل الدول العربية من أجل تجميع الطاقات ومن أجل تبادل الخبرات، لأن في المنطقة العربية عندنا خبرات متعددة، عندنا خبرات في الجزائر، في تونس، في المغرب، عندنا تجارب أخرى في مصر أو في عمان، فنحن نريد أن نتبادل هذه الخبرات، ولكن الأهم من هذا أنه نريد أن نخطو خطوات عملية فعلا من أجل إيجاد حلول تأمينية تساهم في الأمن القومي العربي. فرصة لقطاع التأمين قبل اجتماع للكوب 27، يعني ما هو الدور للقطاع التأمين في البيئة وفي المناخ؟ احنا عندنا جوج ديال الأدوار، عندنا الدور الأول وهو دور الحماية، وأظن لازم نعطي للشركات والأشخاص برودكت انشورنس برودكت اللي تعطيهم حماية ضد يعني الكوارث الطبيعية. وعندنا الدور في الانفستمنت، لانه احنا عندنا يعني عندنا جوج ديال الاهداف، الهدف الاول هي الحماية، والهدف الثاني وهي يعني الدور اللي بنلعب كممولين قطاعات عدة قطاعات في الايكونومي تبع يعني البلد اللي احنا ننشط فيه. استحداث وثيقة تأمين جديدة لتغطية أخطار التغيرات المناخية من سيول وجفاف هو ما اتفق عليه المشاركون في ختام الملتقى الرابع لشركات التأمين، حيث أعرب المشاركون عن دعمهم الكامل لمصر في استضافتها لقمة المناخ كوب 27. لمياء موافي، التلفزيون المصري. استعرض المشاركون في فعاليات مؤتمر دلتا السنوي العاشر لأمراض الصدر والدرن الموقف الحالي لفيروس كورونا في مصر، وما إذا كانت هناك موجات جديدة للفيروس في مصر خلال الفترة المقبلة. التفاصيل هنا. في إطار التعليم الطبي المستمر وخلال فعاليات المؤتمر السنوي الدوري العاشر للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، كشف الأطباء المختصون عن الوضع الحالي لفيروس كورونا في مصر وكيفية مواجهة موجات جديدة للفيروس، إضافة إلى الجديد في علاج الأمراض الصدرية المزمنة. الوضع الحالي وضع جيد جدا، الحالات قليلة، الحالات الشديدة نادرة، إنما في بعض الحالات ومعظم الحالات الغالبية العظمى بتعاني من أعراض تنفسية تشابه كثيرا نزلات البرد العادية، وده متوقع لأن هي الحقيقة هي كلها اسمها الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي. إنما حملة التطعيمات القومية وفي وفرة كبيرة جدا من الطعوم أيضا مستمرة، سواء للفئات التي لم تحصل على التطعيم
أو الفئات اللي خدت جرعتين ومحتاجة جرعة ثالثة، أو اللي محتاجين جرعة رابعة اللي هي مسميها الفئات المستهدفة. كورونا لم تنتهي عالميا، يعني لم يعلن حتى الآن عالميا أن وباء الكورونا انتهى. وعلى هذا الأساس الاحتياط والاحتراز والمتابعة الدقيقة مهمة جدا جدا. بالنسبة للكوفيد تقريبا احنا زيرو، العالم كله زيرو، وتقريبا مش هيبقى فيه مرات أخرى موجات عنيفة من كورونا. ناقشنا محاور كتيرة جدا منها التليفات الرئوية، ناقش ايه هي الأسباب، كيفية التجنب، مش عايزين نوصل للزرع. الضرر المقاوم للعقاقير كنا لفترة وجيزة كانت الضرر ده كان مشكلة. الضرر ده كان بيحتاج المريض ياخد علاج 21 شهر، وكان بياخد منهم 6 شهور حقن، وكنا بنبقى منزعجين جدا عليه علشان الكلى وتأثير الحقن عليه وكده. النهاردة هذا الضرر عاد بيتعالج في 6 شهور وبأدوية وبدون حقن. ايه الجديد بقى في علاجات السدة والربو الشعبي اللي هي الأمراض الشهيرة؟ البخاخات بقى المبتدة المفعول، البخاخات اللي بخاخة الواحدة بتحتوي على أكتر من مادة، تبقى 2 موسع واحدة معالج. كما تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض أحدث الأبحاث في علاج السدة الرئوية وأمراض الصدر والحساسية، إضافة إلى بروتوكولات علاجية مستحدثة لعلاج أورام الصدر والتضرن. في لأورام الرئة، لسرطان الرئة، زي العلاج الموجه للخلايا السرطان المختلفة، والعلاج البيولوجي سواء في الأمراض اللي هي زي الأمراض الحساسية المزمنة أو لأمراض التليفات. طبعا في أنواع بخاخات حديثة للاستعمال اللي بتوسع الشعب الهوائية، بس هفضل أقول من 1 لـ99 إن احنا نوقف التدخين. نقطة مهمة عايزة أقولها، إنه العلاج بالنسبة للسدة الرئوية ده بنسميه زي one way trip، يعني كأنه واحد واخد قطر ماشي في سكة ملهاش رجوع. لو في أول مراحل التدخين لا، في ممكن إنه لو وقف التدخين وخد علاج الدنيا بتتحسن. على الرغم مما حمله المؤتمر من أبحاث وبروتوكولات علاجية مستحدثة لعلاج الأمراض الصدرية المزمنة، إلا أن الوقاية تعد الحل الأمثل للمواجهة. محمد حلمي، التلفزيون المصري. تحت عنوان مصريات افتتح معرض الفن التشكيلي الذي ضم لوحات فنية وتشكيلية تعبر عن البيئة المصرية والريف والإنسان المصري في مختلف مراحله العمرية وارتباطه بالحياة المصرية. تحت شعار مصريات افتتح المعرض الأول للفن التشكيلي والذي أقيم بالمركز الثقافي بمتحف طه حسين بحي الهرم. المعرض يضم لوحات فنية وتشكيلية عبرت عن البيئة المصرية والتطور الزمني للحياة في مصر بأشكالها المختلفة. أنا بهتم بالبيئة الشعبية والبيئة المصرية عامة بجميع أطيافها، بالمعتقدات المصرية بميل ليها وبميل لتوثيقها، مع استغلالي للضوء والظل في إظهار الموضوعات المختلفة. عملت بعض حاجات من حاجات من التراث زي بتاع بوابير الجاز، ودي لمحة بالنسبة لها تعتبر يعني قيمة في حد ذاتها، لأنها بتعتز بالبيئة المصرية وبالحاجات اللي من التراث المصري، وسجلتها تسجيل واقعي يعني يمتاز بحسن الأداء. الأعمال الفنية بالمعرض تميزت بين التطبيقي والزخرفة والتصميم الفني التي تعبر عن الأصالة المصرية، خاصة ما يمثل الشخصية المصرية في الريف والمدينة. هي يعني داخلة برضو في الناحية الريفية الشعبية شوية. احنا عندنا الريف الوقت، يعني الاول كان عندنا الريف فعلا كان ريف خالص في وسط الحقول وسط المزارع. الوقت طبعا تطورنا شوية، دخلنا الناحية الشعبية مع الريف المصري في مزج خاص، والاخر كله هو فعلا طبيعة مصرية احنا بتميز بيها، وده يعتبر من التراث بتاعنا. هي بتهتم في لوحتها بالاضاءة والتراث الشعبي اللي بيثبت هويتنا، واللي هو زي ما احنا عارفين من فات اتيم وتاه، فحلو جدا ان احنا نفتكر التراث الشعبي بتاعنا من خلال لوحات معبرة. الفن التشكيلي هو احد انواع الفنون الذي يعبر من خلاله الفنان عن افكاره وتترجم الى اشكال فنية جميلة تعبر عن واقعنا المصري باعتباره احدى ادوات القوى الناعمة في عالمنا المعاصر. الان موعد اخبار المال والاعمال مع الزميل احمد يوسف.
مرحبا بكم مشاهدينا وأخبار المال والأعمال لنشرة الثامنة. قالت مصلحة الضرائب أنه بصدور القانون رقم 153 لعام 2022 فقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل. ودعت المصلحة التابعة لوزارة المالية الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم بسرعة تقديم طلب إنهاء منازعة ضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص في موعد أقصاه 31 من ديسمبر المقبل. وأضافت أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقي الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر المقبل. أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن مبادرة تنفيذ أول صفقة تجارية عبر تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية. وأشار الوزير إلى أن مشاركة مصر في المبادرة كان من أهم أولويات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم العمل على تذليل العقبات أمام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاق. جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها خلال مشاركته افتراضيا بفعاليات الاجتماع الوزاري العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والمنعقد بالعاصمة الغانية أكرا. أعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشاركة 104 عارضين من ذوي الهمم في معرض تراثنا 2022. وأشارت نيفين جامع إلى أن ذلك يأتي من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بذوي الهمم، وذلك باعتبارهم شركاء أساسيون في نسيج الوطن وفاعلون في مجالات التنمية المختلفة. الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمعرض تراثنا ستبدأ في 9 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية. قالت مديرة السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ريم القلسي أن التضخم سيواصل الارتفاع العام المقبل، وأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجددا يظل احتمالا وارد. كان المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الأربعاء الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك في ثاني زيادة خلال 5 أشهر لكبح التضخم. قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن أهداف خفض إنتاج النفط التي اتفق عليها المنتجون في أوبك بلس ستتيح لهم مزيدا من الإمدادات لضخها في حالة حدوث أي أزمات. واتفق تحالف أوبك بلس والذي يضم الدول الأعضاء في أوبك وعددها 13 بالإضافة إلى 11 من حلفائها بقيادة روسيا وذلك يوم الأربعاء الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وهو ما قالت السعودية أنه أمر ضروري ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. بينما انتقدت أمريكا القرار، وقال البيت الأبيض أنه مؤشر على أن المجموعة تنحاز إلى روسيا.
مشاهدينا الكرام، نبقى مع أحمد يوسف ولكن هذه المرة مع أخبار الرياضة. إليك أحمد. بعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع نهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم والنشرة الجوية. يسود طقس مائل الحرارة شمالا وجه البحر والقاهرة، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة، على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا شمالا والوجه البحر والقاهرة وشمال الصعيد. معتدل جنوبا وجنوب سيناء وتنشط الرياح غربا وجنوبا وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة شمالا والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب والبحر الأحمر معتدل. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة. السبت 21-29، الأحد 20-28، والاثنين 20-29، النعم شرم الشيخ. السبت 25-34، الأحد 25-32، والاثنين 25-33، وأخيرا مع الأقصر. السبت 23-36، الأحد 23-35، والاثنين 22-34. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي بدرجة الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 21-29، الإسكندرية 21-27، دمياط 22-28، بورسعيد 22-27، العريش 22-28، رفح 22-27، الإسماعيلية 21-30، السويس 22-29، مطروح 19-26، وادي النطرون 22-29، المنصورة 21-29، طنطا 22-28، دمنهور 21-29، سانت كاترين 17-26، الغردقة 25-33، شرم الشيخ 25-34، الفيوم 21-29، المنيا 19-29، أسيوط 20-30، السوهاج 21-31، القناة 22-35، الأقصر 25-36، الوادي الجديد 23-33، أسوان 25-37، حلايب 26-32، شلاتين 24-38، أبرومات 26-35، رأس حضربة 25-33. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يتبادل برقية التهنئة مع نظرائه بالدول العربية والإسلامية ويتلقى التهنئة من كبار رجال الدولة. الرئيس العراقي يدعو للحوار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ويحذر من عواقب غياب الاستقرار في البلاد. وبوتين يتهم الدول الغربية بتأجيج الصراع في المنطقة، وبايدن يؤكد أن خطر التهديد النووي وصل أعلى مستوى له. وبالإمكان متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.eg. في أمان الله. إلى اللقاء.